السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هناكل احلى اكلة سمك. ده سمك بولتي، هنعمل جنبه رز صيادية او رز بالبصل او رز بني حسب ما بتقولوا. هنعمل جنبه بدنجان مسقعة، وهنعمل برضو سمك بالصلصة، وهنعمل بطاطس. تمام، بصوا ده سمك بولتي وسط، تمام كده. ده سمك بولتي وسط، وده بقدونس، وده بصل، ودي بطاطس مسلوقة تمام ومتقشرة عادي جدا، وده توم اللي بالفلفل الألوان تمام اللي احنا فرزناه مع بعض. ومعانا بقى السمك، ومعانا ده فلفل، ده توم برضو بالفلفل الأحمر، عملناه برضو مع بعض، عملنا حلقة كاملة للتوم، تفريز التوم تمام. ومعانا بدنجان بقى، ويلا نشوف هنعمل ايه. تمام، هنعمل بطاطس بطريقه جديده برضو، دي ممكن تعمليها جنب اي حاجه بس بانواع مختلف. هنهرس بقى البطاطس عادي، على فكره دي ايد ماما، هي اللي بتعمل الاكل، يعني احلى اكل يعني بيطلع من ايدها. تمام، هنهرس بقى البطاطس عادي جدا، بتهرسيها بهرسه البطاطس كده، او لو مش عندك بظهر كوبايه او بشوكه او اي او معلقه تكون مبططه شويه كده. تمام، انا بقى هكمل هرس فيها. تمام، هفضل بقى هخليها كده زي العجينه يعني. تمام، هفضل بقى هرس فيها كده اهو. بصوا يا بنات، البطاطس دي هنعملها بوريه في الفرن بالبصل والبقدونس في النص كده. انت هتعمليها، لو هتعمليها جنب اكل تاني غير السمك، بتعمليها بلحمه مفرومه. تمام، هبقى اعملها معاكم مره قبل يعني بعد كده. هنا بقى البصلتين الكبار هنفرمهم عادي فرم خشن. تمام، هناخدهم بقى كده على النار، هنحمرهم خالص يعني، هنخليهم لونهم احمر. وده البصل بتاع الرز. تمام، هنا هفضل اشوح بقى فيهم كده، وهحط عليهم معلقه ثوم من الثوم اللي هو بالفلفل الالوان. تمام، هشوحه معاهم كده، بس انا هخلي البصل محمر يعني، هحمره هيبقى لونه ذهبي كده غامق شويه. تمام، هنعمل بقى حشوه السمك. ده توم بالفلفل الاحمر، هنعصر عليه ليمون، كميه ليمون كده حلوه، حطينا شويه كمون عليه. تمام، وماما بقى هتحشي كده السمك من جوه، طبعا غسلاه كويس. تمام، هنحشي بقى السمك كده من جوه. تمام، عادي جدا يعني، هنحشيه بقى. هنكمل بقى بقية الكمية دي كلها كده حشو يعني، هحشيه من جوه كده ومن بره، وهحشيه من جوه سوري، ومن بره كده هعصر عليه ليمون. تمام، ده الرز بتاع ده البصل بتاع الرز. تمام، بصوا بنات، احنا عشان يطلع معاكي بني الرز اصلا، عشان في ناس بتعمله بطريقه غلط، بتحمر البصل وتحط عليه الرز، لا تحطي عليه كميه الميه اللي انت يعني، كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه، هتاخد تحطي كوبايتين ميه الاول، والملح بتاعك والكمون وسن الثوم بسيطه. تمام، بتدي له طعم حلو مع السمك، عشان الميه تغلي وتاخدي اللون البني بتاع الرز اللي انت عايزاه. تمام، لازم تحطي الماء الاول تغلي، وبعدين تحطي الرز، غير الرز اللي انت بتعمليه اللي هو العادي اللي هو بتشوحيه في السمنه او الزبده او الزيت. تمام، وبتعمليه لازم الماء تغلي الاول مع الرز مع البصل عشان تديكي اللون البني اللي انت عايزاه. تمام، هنا بقى اهو الليمون اللي بنرشه على السمك بره، من بره، ده ليمون مفرزينه في الثلاجه، طبعا للحاجات اللي هي زي الاسماك، زي الطيور، زي اي حاجه انت يعني بتستخدميه في الحاجات دي. تمام، بيبقى حلو جدا وبينفع. تمام، بس كده. وهشوف بقى كده، هي لسه شويه، انا عايزاها غامقه شويه كمان. تمام، هنفضل بقى نقلب فيها. هنيجي بقى على البطاطس، هنحط بيضتين حسب كميه البطاطس، ده تقريبا كيلو بطاطس. تمام، اللي هي الصغيره الرفيعه دي، وعلى البيضتين بقى ماما لازم تعمله تعجنها بايديها كده. تمام، عشان البيض يخش كويس في، ما يبقاش حته وحته. تمام، هتعجنيه كده اكنك بتعجني عجينه يعني،
تمام. مش عايزه اقول، مش عايزه اقول لكم قد ايه حلوه طريقه البطاطس دي، جميله جدا. ممكن تعمليها زي كفته وتحشيها لحمه مفرومه، وتعمليها بالبيض والبقسماط من بره وتقليها في الزيت، بتبقى طعمها حلو جدا. هنا خلاص اهو زي ما انتم ما شايفين، هحط بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود. هنا انا طفيت عليه خلاص اهو، تمام. طبعا ماما بتحط كده بالبركه، وشويه كمون، تمام، مش بمقادير يعني مخصوصه زي ما انا ما بعمل يعني، تمام. وبرده نفس اللي حطيناه هنحطه على البطاطس نفسها طبعا، بس تظبطي ملحك وتظبطي عشان الكميه ما تبقاش يعني حاده قوي، فتظبطي ملحك مظبوط، تمام. هتقلبهم بقى كده مع بعض، شويه ملح برده، تمام. جربوها بنات بالطريقه دي، جميله جدا جدا جدا. البطاطس بصوا بقت عجينه ازاي، ما حطيتش عليها ولا بقسماط ولا حطيت عليها دقيق ولا اي حاجه، هي كده زي ما هي، كده زي ما انتم شايفين. لازم تعجني فيها كده جامد، وبعدين في صينيه عاديه، تمام. هتبططي بقى كده من النص، يعني هتفرديها كده في الصينيه وتبططيها كده. الصينيه دي مقاس 20، يعني صغيره مش كبيره، تمام. هتكمل بقى بقية الكمية كده، هنبططها طبعا. ممكن تعمليها بالطريقة دي، نفس الخطوات كده بالظبط، بس ممكن تحشيها من النص لحمة مفرومة، او ممكن تحشيها من النص فراخ متشوحة مع صدور فراخ متشوحة، يعني متقطعة ومتشوحة مع فلفل الوان او كده. هنا بقى شوية بقدونس طبعا عشان لزوم السمك يعني. ممكن كنا عملنا البقدونس في البطاطس نفسها، بس كده كانت طلعت احلى واطعم كتير، تمام. هنحطه في الحشوه بس، ونخلي البطاطس ساده من فوق خالص يعني، تمام كده. وما حطيناش عليها اي ماده دهنيه من فوق خالص، هي سلقناها في ميه عاديه جدا، وما حطيناش حتى ما حطيناش الا البيض بس، وسبناها بقى كده زي ما هي كده، في حطيناها في الفرن. مش عايزه اقول لكم قد ايه خفيفه وبسيطه وسهله. ممكن تحشيها ممكن تحشيها سوري جبنات، ممكن تحشيها مشكل جبن يعني، وزيتون وفلفل الوان وكده من النص، وممكن تحشيها فراخ متقطعه صدور شاورما كده بفلفل الوان، وممكن تحشيها لحمه مفرومه، ممكن تحشيها بصل كده لو معموله جنب سمك زي ما احنا عاملينها كده، تمام. وفكره جديده وتنفع في العزومات معاكي، سهله وطعمها كان حلو جدا، تمام. حابه برضو تعملي عليها بشاميل من فوق ممكن، بس احنا طبعا عشان ده سمك، ف انا عملتها قبل كده كتير يعني، عملتها بالفراخ وعملتها باللحمه المفرومه، وحطيت عليها بشاميل من فوق، كان طعمها حلو جدا، تمام. بس بيبقى جنبها اكل تاني. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 200، تمام. وهنا بقى الميه غليت خلاص، وحطيت الملح بتاع الرز وكله، وهنزل بقى بالرز مغسول كويس. هننزل بقى بالرز كده عادي جدا، وعشان تعملي الرز بني مش عشان ما يبقاش فاتح معاكي، ويبقى فيه حتت كده البصل باينه وهو فاتح، لازم يغلي الميه تغلي مع البصل الاول، تمام. هنغطي بقى على الرز خلاص. هنا بقى في حله على النار فيها معلقه ثوم صغيره، هنعمل بقى الصلصه اللي هي بتاعه المسقعه والسمك، تمام. هنا البدنجان كان بيتقلي، تمام كده. هشوح بقى الثوم كده عادي جدا اهو. هنزل بالطماطم بقى عادي، هحط بس الملح وهسيبها على النار تغلي، وبعدين هحط الكمون في الاخر، وهحط الخل. هنا بقى هنقلي السمك عادي جدا اهو في الزيت، في الدقيق، وبعدين في الزيت. هنخلص بقى الكميه كلها، وكمان هنا خلاص كانت خلصت الصلصه. وبصوا بقى البطاطس، بصوا شكلها حلو ازاي، وطعمها كان حلو جدا والله يا بنات، وخفيفه جدا جدا جدا، وسهله وبسيطه، وامكانياتها بسيطه يعني ما فيهاش حاجه كتير. وده السمك اهو المقلي، تمام. وهنا بقى المسقعه طبعا، رصيناها في صينيه كده عادي جدا، وعملنا الصلصه بتاعتها خفيفه شويه، ورصينا السمك جنبها، وحطينا عليه الصلصه، تمام. ودي البطاطس الروعه، جربوها بنات بالطريقه دي، حلوه جدا جدا جدا. وده كان غدانا النهارده، كان حلو جدا وخفيف جدا وسهل جدا 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 جدا.
هنا بقى هنطلع البطاطس قدامكم. بصوا بتطلع عادي جدا سهلة ومش لازقة ولا اي حاجة. تمام، وفكرة جديدة وسهلة وتنفع حتى لو مش جنب سمك ولا حاجة، ممكن تعمليها برضو كده، بتتاكل بالعيش عادي جدا. تمام، وجنبها مخلل او اي حاجة او سلطة او اي حاجة، حلوة جدا. ولو هي محشية لحمة مفرومة او حاجة ممكن تاكليها كده وجنبها سلطة او اي حاجة جنبها، حلوة جدا جدا جدا. وده كان غدانا النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ياريت تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، والف هنا على اللي هيجربه ان شاء الله. وباي باي.